أهلا وسهلا ومرحبا بكم لكل متتبعي جريدة صوت العدالة الأوفياء أينما كنتم داخل وخارج المغرب. كنتمنى تكونوا بخير دائما ونجدد الترحاب بكم مرة أخرى من قلب العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. مشاهدينا الكرام هنا بهيئة المحامين بمكناس لننقل لكم بالصوت والصورة المسابقة الوطنية لفني الترافع في عدالة الأطفال. مشاهدينا الكرام لمعرفة التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الربورتاج، ابقوا معنا. لزميلتنا نصيرة رواحي. يتحدث الأستاذ نبيل الزرق عن منظمة يونيسيف ليسلمها الجائزة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. دعت مؤسسة محمد السادس لإعادة إتمام السجناء على التقدم بعربون شكر وعرفان للهيئات التي دعمت السادة المحامين المحامون ومحاميات هيئة مكناس. Thank you.
نستضيف تلقائي الأستاذ الجليل الأستاذ فؤاد العلي. هذا لهيئة الكناس في شخص السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس، وكذلك أتقدم الشكر الجزيل للسادة المسؤولين القضائيين والحضور الكريم كل واحد. لا أبخل حب المصالح للزميلات والزملاء الجدد على الخصوص. من خلال التداعي والمرافعة التي تقدمها الزميلات والزملاء، ما ألاحظه شكلا ومضمونا أن الشكل يشرف. بدلة نقية ملبوسة بالطريقة اللي خصها تلبس، لامعة الهندام. اليوم 10 ماي 2023 شاركت هيئة محامين بمكناس في المسابقة الوطنية لفن الترافع في عدالة الأحداث بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء. شارك في هذه المسابقة متمرنون الهيئة من زميلات وزملاء، وقد أسفرت على 14 متباريا، وفازت كل من الأستاذة نصيرة الفطواكي بالرتبة الثالثة، بينما الأستاذ معاد المرياني حاز الرتبة الثانية، والأستاذ عبد الحق أملان بالرتبة الأولى. نجاحهم كان نجاحا متميزا، ميز فعلا محامو المتمرنون بهيئة مكناس على أساس أنهم قادرون في خط خطوة جد متميزة في ميدان الدفاع على الحادث. شكرا. في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المؤسسة هذه والمتعلقة بعدالة الأحداث للندوة، كيفية تعامل هيئة الدفاع مع قضايا الأحداث سواء المتعلقة بوضعية صعبة أو الأحداث في تماسٍ مع القانون أو الأحداث اللي هما ضحية جناية أو جنحة. إذن هذه الندوة كان الأساس ديالها ما هو منظور هيئة الدفاع من خلال حماية هذه الفئة والدفاع عنها أمام المحاكم. كذلك تم مناقشة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال متعلقة بحقوق الطفل ومدى ملائمة التشريعات الوطنية لهذه الاتفاقيات الدولية بما يرمي حماية هذه الفئة للمجتمع المغربي.